السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مباشرة غنمشيو للتتمة ديال فقرة الاشتقاق، وصلنا للجزء الرابع. دونك درنا ديجا الاشتقاق على اليمين اليسار، اللي بغى يفهم هذا القشر هذا يشاهد الجزء الأول والثاني والثالث، عاد يتبع معنا. دونك لتكون اف معرفة بما يلي، اعطونا هاد الدالة هذه، والسؤال هو ادرس قابلية الاشتقاق. قابلية الاشتقاق على يسار صفر، على يسار صفر. إذا هذا هو السؤال اللي عطاونا. هنا قال لك ادرس الاشتقاق على اليسار، يعني بينوا لك فين غتحسب الاشتقاق، اليسار ديال صفر. كل ما عطاوناش اليسار وعندك غير دالة واحدة ماشي دالة مجزأة، راه غتحسب الاشتقاق في النقطة صفر بلا ما دير اليسار واليمين، ولكن هنا قال لك اليسار. إذا شنو هي الخاصية؟ الخاصية كنخدموا ديك الليميت اللي كنا درنا في الدرس، اكس تؤول الى صفر موان اف دو اكس ناقص اف دو صفر على اكس ناقص صفر. هذه هي الخاصية الأساسية اللي كنخدمو بها باش نعرفو واش تقبل الاشتقاق او لا غير قابل للاشتقاق. شحال كتساوي الصورة ديال صفر؟ خصنا نحسبوها. صفر ناقص صفر ناقص صفر كتعطيك صفر، إذا الصورة ديال صفر كتعطينا صفر. غنحطها بلاصتها، كل حاجة كديرها بلاصتها. اف دو اكس شحال كتساوي؟ ها هي تعطات لك اكس ناقص صفر راه هو نيت اكس. مزيان. هنا الا درت التعويض المباشر بصفر غتعطيك صفر على صفر، اذا شكل غير محدد. شنو غندير؟ اما المرافق او لا نفرق عليهم المقام. انا غنختار الطريقه ديال نفرق عليهم المقام، اوكي، باش نديروا التذكير لواحد الخاصيه اللي كنت شرحت ديجا. هذه كتعطينا، نديرها هنا، غنفرق عليهم المقام. ديجا عندك هاد الخاصية أ زائد بي على أو كتساوي أ على أو زائد بي على أو، أو لا ناقص، حتى إلا كان ناقص بيناتهم راه بحال هادي راه فيها ناقص. إذا غندير إكس على إكس ناقص داك الجذر على إكس، يعني كنفرق عليهم المقام، كل واحد عطيتو المقام ديالو. مزيان. هنا غنقد عاوتاني الحساب، اكس على اكس كتعطينا واحد، غتعطيك واحد، والاخرى غنخليها باش نشوفو كيفاش غنتعاملو معها. هنا عاوتاني شنو غندير؟ بالنسبة إلى عوضت مثلا بصفر غتعطيك صفر على صفر، إذا شكل غير محدد. عندك عاوتاني جوج طرق، إما الضرب في المرافق ديال هذا الجذر باش يجي لتحت، أو لا غدير أو لا غتلبس هاد إكس هذا غتلبسو الجذر. إذا نتردو معايا البال عافاكم، غنجي لهنا، دائما تساوي حيت ما عنديش البلاصة. واحد ناقص جذر مربع اكس اس 2 ناقص اكس. عطيتكم واحد الخاصيه، قلنا الا عندك اكس وبغيتي تلبسو الجذر راه غادي يمكن لك تلبس ليه الجذر، ولكن خصك ديرو اس 2 بحال الا ما زدنا والو. ولكن امتى غنلبس الجذر للاكس؟ الا عرفتو واش موجب، واش فهم؟ الا كان هاد اكس موجب راه غنلبس ليه الجذر اس 2 عادي جدا. اما الا كان هاد اكس سالب ما خصنيش نلبس ليه الجذر حتى نزيد واحد القضيه اللي هي ناقص. ملي كيكون هاد اكس سالب ولا بدا خصك تزيد حداه ناقص، حيت السالب في السالب كيولي موجب. دابا راه هاد التعبير هذا كيولي موجب، علاش؟ حيت ضربتيه في ناقص، واش مفهوم؟ اكس سالب وزدتي حدا هاد ناقص، يعني السالب في السالب كيكون موجب. ديك الساعه راه يمكن لك تلبس ليه الجذر ودير اس 2 بحال هكا. امتى؟ الا كان اكس سالب كتزيد داك ناقص. دونك هنا غنشوف واش داك اكس سالب ولا لا. كنهضروا على اليسار ديال صفر، يعني ملي غنعوض هاد اكس هذا غيعطيني صفر موان، صفر موان، صفر موان هي ولا سالب.
إذا العدد صفر موان سالب، علاش؟ حيت ملي غنعوض داك اكس غيعطيني صفر موان، وهاد صفر موان ما خصوش يكون الداخل ديال الجذر حيت سالب، اوكي؟ كون كانت صفر بلس سي غنلبسو الجذر عادي. دونك هاني عرفت واش اكس سالب، كدير التعويض ولا كتشوف كدرس الاشاره ديالو. الا درنا جدول الاشاره ديال اكس راه غتلقى بانه سالب على اليسار ديال صفر. اذا شنو غندير؟ اول حاجه خصني نحط واحد ناقص حدا اكس باش يولي موجب. اهو غنحط واحد ناقص حدا اكس. دابا راه ناقص اكس راه موجب، علاش؟ حيت اكس سالب مع هاد ناقص كيولي موجب. ولكن ملي ضربت في ناقص لتحت خصني حتى الفوق نضرب في ناقص، حتى هنا خصني نضرب في ناقص باش يكون واحد التكافؤ. دابا غنقاد الحساب ونلبس ليه الجذر. ردوا البال مزيان، هاد القضية هادي راه كتنفعنا، وبزاف ديال التلامذة كيديروا فيها أخطاء. دونك أي حاجة ما تلبس ليها الجذر حتى تعرف واش موجبة ولا سالبة. هاد ناقص مضروب في هاد ناقص هذا غيعطيك زائد، هاو زائد ولا زائد، حيت عندك جوج ناقصات الفوق. مزيان، دابا هاد ناقص اكس راه يمكن لك تلبس ليه الجذر واستثنان، حيت دابا راه موجب. ناقص اكس واستثنان، دابا لبست ليه الجذر عادي جدا، حيت الهدف ديالي يكون عندي نفس الجذر في المقام والبسط. ديما كتحاول شي تعبير ما فيهش المقام، ما فيهش الجذر في المقام وواحد فيه الجذر الفوق، كتلبس لذاك الاخر الجذر باش يكون عندك واحد الجذر. اذا من بعد غندير التوحيد ديال داك الجذر دائما موان، دابا ولات بلوس، غندير واحد الجذر. الا ناقص اكس استثنان، حيت هذاك اللي الفوق عنده الجذر وهذاك اللي تحت عنده الجذر. شحال كتساوي ناقص اكس استثنان؟ هاد ناقص راه غتمشي حيت الاس زوجي، اذا راه هي نيت اكس استثنان. تعطيك نيت اكس اس 2 بحال 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 ناقص اكس اس 2 بحال اكس اس 2 حيت كيمشي داك ناقص. من بعد شنو غندير؟ هنا اما غنعمل الفوق باكس اكس اس 2 وتختاز، لا ولا نفرق عليهم المقام. ديك القضيه عاوتاني كدير اكس اس 2 على اكس اس 2، اكس على اكس اس 2 كما درنا في الاول. إذا درت إكس أس 2 على إكس أس 2 غتعطيك واحد، مزيان. إذا درت إكس على إكس أس 2 كتعطيك واحد على إكس، يعني ناقص واحد على إكس. عرفتي علاش؟ حيت إكس على إكس أس 2 راه كيكون الإختزال، كيتختز لواحد إكس الفوق وواحد إكس لتحت، كتعطيك واحد على إكس، صافي؟ دابا غندير التعويض المباشر ونشوف شحال غتساوي. غندير واحد الكتابة اللي نتوما ما من حقكمش تكتبوها. واحد زائد واحد ناقص واحد على الى عوضت هاد اكس بصفر موان. هيا حنا ديجا كنعرفوا بان عدد موجب على صفر موان هادي كتعطيك موان الفيني، هادي خاصيه كنت شرحتها في النهايات. واحد على صفر موان كتعطيك موان الفيني حيت عدد موجب على صفر موان، ولكن في هاد ناقص اللي حداها، هاد ناقص اللي حداها كتعطيك بلوس الفيني، صافي؟ إذا لقينا بلوس لانفيني داخل ديال الجذر، بلوس لانفيني زائد هاد واحد ما كيهمنيش داك واحد، يعني النتيجة الأخيرة هي بلوس لانفيني. كما قلت لكم هادي ما عندكش الحق تكتبها، هادي خاصة بالأستاذ ملي كيشرح. أنت غتكتب لأن ليميت إكس أول إلى صفر موان هي ناقص واحد على إكس كتعطيك بلوس لانفيني، صافي؟ حيت الى عوضت ناقص واحد على صفر موان كتعطيك بلوس لانفيني، هادشي علاش قلنا بلوس لانفيني. اذا شنو هو الاستنتاج الاخير باش نجاوبوا على السؤال ديالنا؟ لقينا في الليميت لانفيني، اذا ولا اف غير قابله للاشتقاق يسار
صفر. علاش قلت غير قابلة للاشتقاق على اليسار صفر؟ حيث ما لقيناش عدد، لقينا الانفيني. وداك التأويل الثاني مثلا إلا مطلوب منك، إلا قال لك حدد معادلة المماس إلى آخره، يعني هضر على المماس، هنا كنقول سي اف يقبل نصف مماس. علاش قلت نصف؟ حيت كنهضروا على اليسار. نصف مماس، ما كنهضروش على النقطة كاملة، كنهضروا على اليسار. نصف مماس موجه، غنشوف عاود تاني موجه واش للنحو الأعلى ولا الأسفل. عندك كتحسب في اليسار، عندك هاد موان هادي، ولقيتي في النتيجة بلوس لانفيني، إذا بلوس في موان شحال كتعطيك؟ كتعطيك موان. ملي كتعطيك موان يعني موجه للأسفل، للأسفل. صافي، هذا الشيء اللي كاين. اذا نتمنى تفهموا هذا المثال هذا. دابا غنمشي الصبر باش ندوزو لامثله اخرى. اذا غنمشيو لمثال اخر اللي هو على هذا الشكل هذا. دونك السؤال ادرس قابليه الاشتقاق في النقطه صفر. هنا ما عطاوناش اليمين ولا اليسار، ولكن حنا غنخدموا اليمين واليسار. علاش؟ حيت عندك داله مجزاه، بلا ما يقول لك اليمين واليسار، انت خصك تخدم الاشتقاق على اليسار واليمين. اول حاجه خصني نعرف فين هي اللي كتمثل لي الداله ديال اليمين واليسار. هذه اللي الفوق هي اليسار. كيفاش عرفتها؟ من خلال هذا المتفاوت. الا عطيه بالظهر راه كتقول اليسار ديال داك العدد صفر. الا كان مفتوح جهه اكس كتقول اليمين. اذا هنا هي اليمين. غنكتب هادو باش ما تلفنيش في الحساب. ثاني حاجه خصني نحسب الصوره ديال هذا العدد اللي كيتعطى لك، الصوره ديال صفر. اف دو صفر فين غنحسبها؟ غنحسبها تما فين كاينه او يساوي. يعني هنا كتبان لك او يساوي، غتحسبها هنا. صفر على واحد كتعطيك صفر، اذا الصوره ديال صفر هي صفر. يلا دابا غنجيو ندرسوا الاشتقاق، وغنبدا على يمين صفر. فين هي الداله اللي قلنا كتمثل لي اليمين؟ هي التحتانيه. اكس يؤول الى صفر بلس بمعنى اليمين، وغنحط ديك العلاقه او ديك الخاصيه اللي عندنا في الدرس باش نبينو ان الداله اما قابله للاشتقاق او لا غير قابله للاشتقاق. من بعد كنعوض كل حاجه بلاصتها. اذا عندك ليميت اكس يؤول الى صفر بلس، الصوره ديال صفر كتساوي صفر، اذا غنحط اف دو اكس اللي كتساوي اكس اس 2 زائد جذر اكس. مزيان، هنا اكس ناقص صفر يعني اكس. من بعد كنفرق عليهم المقام ولا كنقادهم، يعني عندك بزاف ديال الطرق ماشي مشكل. اذا هنا غندير اكس يؤول الى صفر بلس، مثلا غنفرق عليهم المقام، نفرق عليهم المقام، ولا قدرت دير التعميل باكس لفوق ماشي مشكل. اذا هنا اكس اس 2 على اكس زائد جذر مربع اكس على اكس. ويلا درنا شي اختزالات. اكس يؤول الى صفر موان، اكس اس 2 على اكس كتعطيك اكس يعني الاختزال، زائد هادي علاقة مشهورة في الرياضيات كتساوي ديما اللي عندك جذر اكس على اكس، هادي كتساوي واحد على جذر اكس. علاش؟ حيت كنضربو الفوق مثلا في المرافق اللي هو جذر اكس، ولتحت المرافق جذر اكس، وفي الاخر كنلقاو واحد على جذر اكس. يعني علاقة مشهورة في الرياضيات، خصنا ولا بدا نعقلو عليها ونفهمو الطريقة كيفاش كتساوي هادي. دونك غتعطينا واحد على جذر اكس. دابا الا درنا التعويض المباشر، الا عوضت هاد اكس هذا بصفر راه كتعطيك صفر، ها انت غتعطيك صفر. والا عوضت هاد جذر اكس بصفر غتعطيك صفر، ولكن في المقام غتلقى صفر في المقام. اش من صفر؟ انا عفوا بلس، ياك صفر بلس. اش من صفر؟ صفر بلس، واحد على صفر بلس يعني بلس لانفيني. واحد على صفر بلس كتعطيك بلس لانفيني. صفر زائد واحد على صفر بلس اللي هو بلس لانفيني. صفر زائد بلس لانفيني راه كتعطيك صفر. ولكن هذه الكتابه عفاكم ما عندكمش الحق انتم تكتبوها، ياك انا غير كتبتها فقط للشرح باش نفهموا الامور.
هذه ممنوع تكتبها. اذا النتيجه هي بلس لانفيني، لان انتم اللي خصكم تكتبوه في الورقه ديال التحرير غتعطيه النتيجه ديريكت، لان ليميت اكس يؤول الى صفر بلس ديال واحد على جذر اكس كتعطيك بلس لانفيني، صحيح؟ علاش؟ حيت واحد على صفر بلس راه كتعطيك بلس لانفيني. دابا الاستنتاج، اف غير قابله للاشتقاق على يمين صفر. علاش قلت غير قابله للاشتقاق على يمين صفر؟ حيت لقينا في النتيجه ديال ليميت بلس لانفيني ما لقيناش عدد، كاين داك التاويل الاخر ديال سي اف يقبل نصف مماس موجه نحو الاعلى. عرفتوا علاش نحو الاعلى؟ حيت كتحسب في اليمين عندك زائد ولقيتي في النتيجة بلوس لانفيني، إذا بلوس ديال زائد لانهاية في بلوس ديال هاد اليمين كتعطيك بلوس لانفيني، هادشي علاش قلنا نحو الأعلى. إذا غنمسح السبورة باش ندوزو الاشتقاق على يسار صفر. إذا دابا غندرسو الاشتقاق على يسار صفر. إذا هذا يسار صفر، فين هي الدالة اللي كتمثل ليا اليسار؟ هي ديال الفوق، يعني كنطبق نفس الخاصيات، نفس ديال ليميت اكس يؤول الى صفر موال اللي كتمثل ليا اليسار، اف دو اكس موان اف دو زيرو على اكس ناقص صفر، يعني نفس القاعدة. من بعد كنعوض اف دو صفر، راه دائما كنخدمو ديك اللي حسبنا في الاول، صفر موان شحال كتساوي اف دو اكس؟ ها هي هادي. اذا غتعطينا اكس استثنان ناقص او زائد اكس زائد واحد على اكس، حيت الصورة ديال صفر كما قلنا هنا صفر، داكشي علاش ما درتهاش. وهنا اكس ناقص صفر يعني اكس. دابا غنقاد الحساب، حنا ديجا كنعرفوا بانه الى عندك مثلا ا على بي الكل على سي، اشنو كيطرى؟ كيكون واحد المقلوب، واحد المقلوب بمعنى ان المقام كينزل عند المقام، ا على بي في سي، دونك المقام غينزل عند المقام. نفس الشيء بالنسبه لهذه، بحال عندك ا على بي الكل على سي، اذا المقام غينزل عند المقام، غيكون مضروب المقام في المقام، بحال الا درت المقلوب راه باينه. دونك تساوي اكس يؤول الى صفر موال، شنو قلنا؟ المقام غينزل عند المقام، اصلا عندك واحد اكس الفوق وعندك واحد اكس في المقام، وغينزل داك المقام الاخر اللي هو اكس اس 2 زائد اكس زائد واحد، وغيكون واحد الاختزال، اكس غيمشي مع اكس، صفر موان واحد على اكس اس 2 زائد اكس زائد واحد. دابا الى عوضنا مباشره شحال غتعطينا؟ الى عوضنا مباشره غتعطينا صفر زائد صفر، يعني صفر زائد واحد واحد، واحد على واحد كتعطيك واحد. اشنو كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا بان لقينا في الليميت عدد، بمعنى اف قابله للاشتقاق على يسار واحد، ولا صفر عفوا، حيت كندرسو الاشتقاق في صفر، يسار صفر. التأويل الثاني، سي اف يقبل نصف مماس او لا نصف مماس معادلته إكغيك كتساوي
اس كريم ديال صفر عامل لإكس ناقص صفر زائد اف ديال صفر. عرفتوا علاش درت المعادلة ديال المماس؟ حيث الدالة قابلة للاشتقاق، ماشي بحال اليمين، لقينا في اليمين غير قابلة للاشتقاق، داكشي علاش قلنا موجه نحو الآلة. أما هنا راه قابلة للاشتقاق، ملي كتكون قابلة للاشتقاق يعني عندها مماس، نصف مماس اللي هو على هذا الشكل هذا، وكتعوض. إذا إكريك يعني أن إكريك إف بريم ديال صفر راه هي يعني النتيجة ديال ليميت اللي هي واحد. عامل لي إكس ناقص صفر زائد الصورة ديال صفر شحال كتساوي؟ صفر. إذا التقاشر هذا شحال غيساوي؟ واحد. إلا نشرنا غتعطيك إكس، إكريك كيساوي إكس هو نصف المماس على اليسار. دابا غنديرو الإستنتاج، غنقول بما أن إف غير قابلة للإشتقاق على يمين صفر وقابلة للإشتقاق على يسار صفر. إذا شنو هي يعني الخلاصة العامة ملي لقيتها تقبل الاشتقاق على أو لا غير قابلة للاشتقاق على اليمين وتقبل الاشتقاق على اليسار؟ يعني بصفة عامة راه غير قابلة للاشتقاق، حيث ملي لا تقبل الاشتقاق على اليمين وقابلة للاشتقاق على اليسار راه حتى داك الشرط الثالث غير محقق، حيث أصلا هنا ما كتقبلش العدد المشتق اللي هو إف بريم ديال صفر. دونك هنا ومنه إف غير قابلة للاشتقاق في النقطة صفر بصفة عامة، حيت الشرط خص تكون قابلة للاشتقاق على اليمين وقابلة للاشتقاق على اليسار، وديك النتيجة ديال الليميت على اليمين تساوي النتيجة ديال الليميت على اليسار، ديك الساعة راه غنقولوا قابلة للاشتقاق. إذا هادشي اللي كان بالنسبة للاشتقاق على يمين ويسار النقطة أ. نتمنى تستفدوا من هاد الفيديو هادي، وموعدني إن شاء الله مع تتمة ديال درس الاشتقاق في فيديو أخرى. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة.